اهلا بيكم، حلقه جديده من انا ومامتي. كل سنه وانتم طيبين. رمضان خلاص قرب علينا باجواءه الجميله، بزينه رمضان، بفوانيس رمضان. النهارده انا ومايا هنعمل حاجه بسيطه شويه، بس في نفس الوقت تقدر ان هي تسلينا كلنا واحنا قاعدين في البيت. هنعمل ايه النهارده يا مايا؟ فانوس بأدوات بسيطة جدا. هنعمل أنا ومايا النهاردة فانوس رمضان بأدوات بسيطة جدا جدا. يلا بينا علشان نشوف هنعمله ازاي مع بعض. يلا بينا. كل اللي محتاجينه إزازة مية بطول 11 سنتي، وشرايط بالفوم بطول 14 سنتي، ودايرتين كبار، وأربع دوائر صغيرين. نغطي الإزازة بورق الفوم. نجيب شريطة شريطة ونلزقها بالشكل ده. نحط الشريطة اللي لونها أزرق. الدايرتين الكبار نحط واحدة فوق وواحدة تحت بالشكل ده. والأربع دوائر نقسمهم بالنص ونلزقهم بالشكل ده. ونلزقهم على بعض بالشكل ده. ونلزقها فوق الفانوس. فانوس لرمضان. كل سنة وانتم طيبين.